طبعا اليوم عندنا تغطية هنا في طريق ينبع القديم على مسافة 55 كيلو. معانا رحال المدينة الحجيلي، وعندنا هنا الشباب برضو من الهايكينج ورحالين على مستوى المملكة. وهنا عندنا المذيع زين، عندنا بن نواف الأمل ميديا، وهنا عندنا هذا الرحال جاي من مسافة بعيدة من ينبع إلى المدينة. عنده رسالة يحملها اللي هي من ينبع إلى المدينة مسيرة الحب والسلام، تقريبا 240 كيلو ماشي. فزي ما انتم شايفين هنا الشباب جايين عشان يعملوا تغطية معاه ان شاء الله الان.